أنت فنتك السعودية تقرير نتائج المسح الوطني للتقنية المالية، وهو الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، ويهدف إلى قياس مستوى تبني المجتمع للحلول التقنية المالية، وفهم أيضا كيفية دعم قطاع التقنية المالية للأفراد والشركات في أنشطتهم اليومية. نتابع. 5% فقط من سكان المملكة يقومون بأعمالهم البنكية من خلال زيارة الفروع، في وقت تلعب التقنية دورا مهما في تسهيل حياة الناس، وتشكل نسبة تنفيذ العمليات إلكترونيا 93% كوسيلة أساسية يعتمدها عملاء البنوك. تساؤلات حول وضع فروع البنوك في المملكة، وهل سيستمرون في تشغيل تلك الفروع؟ تلك النسب أتت وفق تقرير أصدرته فنتك السعودية، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، وللأهمية البالغة التي تشكلها التقنية المالية في الوقت الراهن، أصبحت الحاجة ملحة لمعرفة مدى اعتماد الأفراد والشركات على حلول التقنية المالية التي تساعد على ابتكار منتجات وخدمات جديدة من شأنها أن تقود نمو القطاع وازدهاره في المملكة، إضافة إلى فهم التحديات الحالية التي يواجهها المستهلكون في استخدام التقنية المالية. ويعمل المسح الوطني للتقنية المالية على فهم سلوك المستهلك للتمكن من ضمان تطوير واستمرار الابتكار في قطاع التقنية المالية، ليرتقي بطموحات وتوقعات الأفراد والشركات. للحديث أكثر انضموا إلينا من الجبيل الاقتصاد المصرفي وعضو مجلس الشورى فضل البوعينين. مساء الخير أستاذ فضل، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية أستاذ فضل، زيادة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 93%، على ماذا تدل هذه النسبة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تدل على تغير كبير في المجتمع السعودي، تدل أيضا على تغير كبير في التقنية الإلكترونية والبنى التحتية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث شددت رؤية المملكة 2030 على الرقمنة واعتبارها خيارا استراتيجيا مستقبليا لجميع التعاملات الحكومية والاقتصادية أيضا في القطاع الخاص، والقطاع المالي هو جزء لا يتجزأ من الاستهداف المعني برؤية المملكة 2030. نقطة مهمة فيما يتعلق بقدرة حقيقة القطاع المصرفي بشكل خاص على السرعة في التمكن من التحول السريع في الرقمنة، وأيضا تطبيق التقنيات الحديثة بما يساعد على تقديم الخدمة الجيدة للعملاء، إضافة على تحقيق الأمن السيبراني الذي يجمع بين سهولة تقديم الخدمة وتحقيق الأمن بشكل كلي. نعم، هذا التحويل السريع في الرقمنة في البنوك أستاذ فضل، هل هو يرجع للبنية التحتية ربما؟ هو يرجع إلى أطراف متعددة. أبدأ أولا بالرؤية، رؤية المملكة 2030 التي شددت على التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، خاصة في القطاع الاقتصادي، هذا أولا، وهذا هو المحفز والموجه الأول. الأمر الثاني مرتبط بالبعد الدولي، حيث التحول السريع نحو الرقمنة خاصة في القطاعات المالية، وبالتالي لا بد للقطاع المالي السعودي أن يواكب المتغيرات العالمية. المحور الثالث وهذا مهم مرتبط أيضا بالقطاع المصرفي الذي تجاوب مع هذا التحول بشكل سريع واستثمر أيضا في التقنية الإلكترونية، وبما يساعد على تقديم هذه الخدمات بكل يسر وسهولة، لأن مثل هذه التطبيقات وهذه التعاملات الإلكترونية والرقمنة بشكل كلي تحتاج إلى استثمار مالي كبير، ومن الطبيعي أن يكون تركيز المساهمين على التوزيعات النقدية، ولكن من الجميل أن يكون تركيزهم أيضا على تحقيق هذا التحول. المحور الأخير وهو إشراف البنك المركزي وقدرته حقيقة على النهوض بالقطاع المالي بشكل كلي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص فيما يتعلق بتحقيق متطلبات التحول الرقمي، وهذا كل هذه الأطراف ساهمت في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. نعم. ما أثر سهولة استخدام هذه التقنية المالية على الاقتصاد؟ عفوا لم أسمع. ما أثر سهولة استخدام التقنية المالية على الاقتصاد؟ طبعا النقطة الأهم وهي مواكبة التغير العالمي، إذا لم تتغير فستتجاوزك
القطاعات الدولية الأخرى، وبالتالي لابد أن يكون هناك موائمة بين الخدمات المصرفية المقدمة في المملكة والخدمات المصرفية المقدمة دوليا، خاصة وأن هناك ارتباط بين القطاعات المالية بشكل كلي. فتطبيق هذا الأداء أولا يحقق الموائمة الحقيقية مع البعد الدولي في كل ما له علاقة بالقطاعات المالية. النقطة الثانية وهي تسريع تنفيذ العمليات المصرفية وتسهيلها على كل من يستخدمها، ومن هنا أشدد على أن هذه الرقمنة التي حدثت والتحول الكبير في القطاع الإلكتروني المرتبط بالخدمات البنكية سهل عملية الوصول إلى الخدمة وإنجازها، والدليل على ذلك أن هناك 5% فقط الذين يزورون البنوك لتنفيذ أعمالهم اليومية. النقطة الثالثة وهذا أمر مهم، أن التحول الرقمي يعزز من القدرة على الرقابة والإشراف، وهذا أمر غاية في الأهمية، كما أنه يساعد الجهات الرقابية على تتبع العمليات المالية وتدقيقها، بما يساعد على تحقيق النزاهة في كل ما له علاقة بالقطاع المالي. الاقتصاد أيضا يستفيد استفادة كبيرة من هذا التحول الرقمي الكبير بارتباطه بالاقتصادات العالمية والسرعة، خاصة وأننا اليوم نتحدث عن الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على الرقمنة. فمفتاح التطور في القطاع الاقتصادي يبدأ بالتحول الرقمي. نعم، هذا التحول الرقمي الكبير أستاذ فضل، هل من الممكن الاستغناء عن فروع البنوك بشكل كلي؟ لا أعتقد، من المتوقع أن ينخفض عدد الفروع، ولكن ربما لا نجد أننا في مجتمع يخلو من البنوك التقليدية أو البنوك الواقعية ونعتمد على البنوك الافتراضية على الأقل في 10 سنوات القادمة، ولكن ما بعد 20-30 أعتقد أن العالم يتحول ولا ندري ما الذي سيحدث، ولكن وفق المتغيرات السريعة التي نشهدها اليوم خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي ليس في تقديم الخدمة بل حتى في العمل وتنفيذ العمليات الداخلية في البنوك. على سبيل المثال للحصر، إدارات المخاطر في البنوك هي من أهم الإدارات، اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي هو الذي يحركها في البنوك العالمية، وبالتالي ما بعد 20-30 ربما نشهد تحولا كبيرا في تقديم هذه الخدمات. ولعلي أشير إلى جانب أيضا مهم، وهو دخول شركات الاتصالات على الخط في تقديم الخدمات الائتمانية. البنوك الافتراضية اليوم دخلت على الخط أيضا وأصبحت تقدم جميع خدماتها دون أن يكون لديها فرعا على أرض الواقع، ولكن فيما يتعلق بالبنوك الحالية تتقلص الفروع تدريجيا حتى نصل إلى مرحلة ربما لا نحتاجها، ولكن ما الذي سيحدث بعد 20-30 لا أعلم. نعم، يعني في ظل تقلص هذه الفروع، هل الخدمات الذاتية الموجودة أستاذ فضل في الفروع الآن تتمتع باعتمادية عالية بالطبع كتقنية، وربما سوف تمكن البنوك من الاستغناء عن التدخل البشري؟ متوقع ذلك نعم، ولكن التدخل البشري سيكون ولكن في أضيق الحدود. الذكاء الاصطناعي سيكون مسيطرا في العمليات المالية بشكل كلي، الأجهزة الطرفية الإلكترونية والتطبيقات ستكون قناة أو منصة التواصل بين العميل والبنك، الجهات الإشرافية والرقابية كالبنوك المركزية على سبيل المثال ستعتمد الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتدقيق والرقابة المالية. كل هذه الأمور ستحدث قريبا جدا قبل 20-30، بل نحن الآن نرى بعض هذا التحول الكبير في بعض القطاعات المالية الغربية، وبالتالي عندما أقول أننا ما بعد 20-30 سيكون هناك تحولا كبيرا في العالم فهذه حقيقة وواقع ربما نشهده حتى في فترة سريعة قبل هذا التاريخ، يثبت ذلك ما نراه اليوم من متغيرات كبيرة في التعامل مع العمليات المصرفية وتنفيذ العمليات المصرفية من داخل البنوك من خلال الآلة والذكاء الاصطناعي. نعم، من الجبيل الاقتصادي المصرفي وعضو مجلس الشورى فضل البوعينين، شكرا جزيلا أستاذ فضل على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.